احنا اتكلمنا عن لقائه بالنائب توفيق عكاشة ورأيه في ردود الفعل اللي تلت الزيارة. اتكلمنا برضو عن العلاقات المصرية الإسرائيلية والتعاون بين البلدين في مجال الأمن وفي سيناء. هل فاجأك كورن أثناء الحوار بكلام لم يتداول إعلاميا؟ يعني هو انا عرفت ان اللقاء مثلا تم من معلومات ان اللقاء تم في منزل عكاشة في 6 اكتوبر، ومش في البلد، مش في الارياف، يعني في الدائره بتاعته زي ما تردد في وسائل الاعلام، وانه كان في اكل كتير جدا.